أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 2844 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة، ووفق معطيات الوزارة ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 420، ووصل عدد الإصابات النشطة إلى ما يزيد عن 29800 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 52600 إصابة. يشار إلى أن غالبية الإصابات النشطة طفيفة وتخضع للرعاية الطبية في الحجر المنزلي، فيما وصل عدد الإصابات الخطيرة إلى 264، منهم 80 حالة متصلين بأجهزة التنفس الاصطناعي. صادقت الكنيسة على قرار يسمح لجهاز الأمن العام شباك باستمرار تعقب المصابين بفيروس كورونا على أن تبقى الصلاحيات سارية حتى نهاية العام الجاري، ويلزم القانون الحكومة بتجديد طلب التعقب لمصابي كورونا كل 3 أسابيع، على الرغم من مصادقة الكنيسة وعدم استخدام إجراء التعقب إلا في الأيام التي تزيد فيها حالات الإصابة عن 200 حالة في اليوم. وفي تطور آخر، أعلنت نقابة الممرضين والممرضات في البلاد إنهاء الإضراب الذي تم الشروع به نظراً لسوء الظروف التشغيلية خاصة في فترة أزمة كورونا. انتشار واسع لفيروس كورونا يشهده المجتمع العربي في البلاد في الموجة الثانية للجائحة الأشد فتكاً من سابقتها، بوتيرة ارتفاع تزداد يوماً تلو الآخر في القرى والبلدات العربية التي تسجل تزايداً يومياً في عدد حالات الإصابة. عماله عم بزيد كتير، يعني احنا كنا نقول فيش كورونا بس عم ببين انه في كورونا، يعني الواحد يعني بعرفش، مش حاس يعني بامان، مش حاس بشيء. المهم لو انه يعني بيحكوا مين اللي يعني الاشخاص اللي بتصيب هالكورونا، بنعرف يعني بس ارقام ارقام ارقام، تحيرنا مش عارفين ندور ولا عارفين نروح. للاسف الالتزام مني ما يعادل 50%، باقي مش ملتزم بالالتزام. انا خايفه ان يصير عندي كورونا، اطلعت نزلت عندي جوزي مثلا زلم كبير، يصير عندي احد جوزي واحد الاولاد اللي عندي اولاد صغار، مش عارفين. تعتبر منطقة الناصرة الدائرة الأوسع لتفشي الفيروس، إذ انضمت مؤخراً لقائمة البلدات الحمراء بتسجيلها أكثر من 150 إصابة، فيما تسجل قرية عين ماهل ارتفاعاً حاداً بوصولها إلى 55 إصابة مؤكدة. وفي قرية طرعان سجلت اليوم الحالة الأولى للفيروس هناك، وبلدة الريني سجلت حتى الآن 20 إصابة بالفيروس. تجمعات خلينا نقول الأفضل إن الواحد يلزم الشغلات الضرورية بس، هيك حسب رأيي، يعني حسب الشغلات الضرورية يطلع يشتري غراض عليه حاجة يقضيها، بلاش اجتماعات على الفاضي دوين وأفراح بلاش، خلينا نكسر أفراح هسه. صراحة هو الإشي كتير صعب، وعلينا إحنا كون بالبلد بالأول يعني فترة الكورونا كلها ما كانش موجود هالإشي شيلة، إسا لما صار الإشي موجود يعني الكل استغرب إنه ليش، يعني دفك إنه إحنا يعني كتير عم نحاول إنه نخفف من الإشي، فالإشي شايل مش من هويان، وعم نحاول قد ما فينا يعني كل محل نخفف من الإشي كتير. أكثر من 4100 إصابة سجلت حتى الآن في المجتمع العربي، ما يجعله عرضة لتفشٍ أكبر في الأيام المقبلة، بحيث انضمت بلدات جديدة إلى خارطة الكورونا، لا سيما في منطقة الجليل التي سجلت أقل عدد من الإصابات في الموجة الأولى، إلا أن بلداتها تسجل يومياً ارتفاعاً بأعداد المصابين. صدقت لجنة الكورونا على عدم إغلاق المطاعم مع الحفاظ على مسافات وتباعد بين الطاولات وقياس درجة الحرارة للزبائن والحفاظ على الوقاية وارتداء الكمامات، وذلك عقب بدء سريان قرار الحكومة بإغلاق المطاعم فجر الثلاثاء باستثناء الطلبيات والتوصيلات. القرار جاء بعد سجال طويل منذ يومين، وتقرر إبقاء فتح المطاعم أمام المواطنين على أن يستوعب 20 زبوناً في الداخل و30 في الخارج، وذلك خلافاً لرغبة نتنياهو الذي توعد بالإطاحة برئيسة اللجنة. هذا وصادقت لجنة الكورونا على إبقاء الشواطئ وبرك السباحة مفتوحة أمام المواطنين في جميع أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع، كما وقررت الحكومة عدم إغلاق المدارس والمخيمات الصيفية حتى نهاية الأسبوع، وستبقى صالات الرياضة والأماكن الترفيهية والمتاحف مغلقة على أن يتخذ القرار بشأنهما خلال الأسبوع.
منذ قرابة أكثر من أسبوعين لا يلبث الشارع الإسرائيلي أن يهدأ إلا وتنتفض من جديد مظاهرات تملأ شوارعه مناهضة للفساد ولسياسات الحكومة الإسرائيلية في ظل جائحة كورونا وأسباب أخرى. للأسف الشديد طبعا وزارة المالية وقفت المفاوضات بيننا وبينهم، والهدف من هاي المظاهرة نقول لهم إحنا من نكسرش، إحنا متواجدين وإحنا مستمرين بهذا النضال. المسؤولية على وزارة المالية، الطابة بملعب وزارة المالية، إحنا منطلب منهم يرجعوا لطاولة المفاوضات حاليا ويلاقوا حل لهذه الأزمة. إحنا بحاجة لحلول، مش لحلول مؤقتة، إلا لحلول جذرية، وهذا اللي إحنا عم نطالب فيه، وهذا النضال إحنا رح نستمر فيه، مش رحين نرفع إيدينا، رح نستمر، إحنا أقوياء. على رأس هذه المظاهرات مظاهرات العمال الاجتماعيين في البلاد التي ما زالت مستمرة، وآخرها المظاهرة التي نظمت صباح اليوم في مدينة تل أبيب. آلاف من العاملين الاجتماعيين من العرب واليهود شاركوا في التظاهرة ورفعوا شعارات احتجاج على ظروف عملهم، على السياسات الحكومية المتبعة التي تنتهج الحكومة ضد العاملين في هذا المجال منذ سنوات، رافعين اللافتات التي تطالب بحقوقهم والالتفات إليهم وعدم تجاهل مطالبهم. احنا مستمرين بالاضراب لحد ما نلاقي الحقوق لنا، وان شاء الله نبعد طبعا نولا. اليوم لا يعقل انه عامل اجتماعي ب 35 سنه اقدميه راتبه الشهري لا يتجاوز 9000 شيكل. احنا اليوم في عندنا ضائقه كمان انه كثير من العمال الاجتماعيين وكثير ملكات موجوده ما حدا بده يفوت يشتغل فيها، لانه الراتب الاساسي العامل الاجتماعي هو ببلش بال 5000 او 6000 شيكل. فأي عامل اجتماعي أكاديمي إذا كان امرأة أو رجل بده يقبل إنه يشتغل بهذا الرواتب اللي هي قليلة جدا. فلهذا السبب مطالبتنا برأينا هي عادلة، احنا بدنا العمل الاجتماعي، مخلصين لعملنا، منحب عملنا، ولكن بدنا على الأقل إنه نأخذ راتب حسب جهودنا وحسب المعاناة تبعتنا بالعمل. إسا احنا مطلبنا ريفورما وفتح كمان الدرجات تبعت العمال الاجتماعيين اللي بتسمح لهم يتقدموا معاشاتهم كمان يتقدموا أكثر وأكثر. بدون هاي المطالب الثلاثة ما بنقدر نرجع الشغل، ومش راح نرجع الشغل. ووزير المالية والدولة والحكومة لازم يفهموا الإشي هذا. إحنا مش بس المسؤولين عن العائلات المستضعفة وعن الطبقات المستضعفة، في هون اللي هي مسؤولية دولة، مسؤولية حكومة، مسؤولية وزير المالية، مسؤولية رئيس الحكومة، إنه كمان هو لازم يكون شريك ولازم ياخذ مسؤوليته على جميع الطبقات المستضعفة مثل ما إحنا عاملين. إحنا كثير صعب علينا نطلع إضرابات ونخلي الطبقات المستضعفة اللي بحاجة لمساعدتنا، بس وصل الوقت خلاص خلاص. إحنا لازم نهتم كمان بحالنا عشان نقدر نقوي العائلات المستضعفة واللي بحاجة لمساعدتنا. أما في حيفا فبدأت تظاهرة احتجاجية لأصحاب وعاملي المطاعم والمقاهي العرب واليهود على خلفية القرارات التعسفية والمتضاربة للحكومة بشأن قطاع المطاعم والمقاهي ولرفض هذه القرارات ودفاعا عن لقمة عيشهم. ويؤكد أصحاب وعاملو المطاعم والمقاهي أنهم تلقوا ضربات قاسية في الشهور الأخيرة، حيث اضطروا إلى إغلاق مصالحهم لحوالي 3 شهور في ظل جائحة كورونا، وبالمقابل لم تقم الحكومة بتعويضهم عن خسائرهم الفادحة. ويشكل هذا القطاع مصدر رزق لآلاف العاملين والعائلات، لا سيما الطلاب الجامعيون. أما عن مظاهرات الممرضين التي بدأت أمس وانتهت بعدما أعلن وزير المالية إسرائيل كاتس وممثل الرابطة الوطنية للممرضين مساء أمس أن الممرضات سيعودون إلى العمل صباح اليوم لينتهي الإضراب ليوم واحد، واتفقوا على فتح 2000 منصب تمريضي جديد لتخفيف النقص في العاملين. المطالب الأخرى التي قدمتها الممرضات سيناقشها فريق مشترك يتم تشكيله على الفور بحسب بيان صادر عن الأطراف المعنية. وبعد كل هذه التظاهرات التي لم تصل إلى نتيجة في غالبيتها وتستعد للدخول في أسبوعها الثالث، تكون إسرائيل دخلت هي أيضا في الحقبة الأخطر عليها منذ تأسيسها في مظاهرات احتجاجية بالآلاف تجوب شوارع البلاد. أفادت تقديرات جديدة أن حوالي 50,000 مصلحة اقتصادية قد تغلق أبوابها وتشهر إفلاسها
في إسرائيل هذا العام، الأمر الذي يعني إرسال عشرات آلاف الموظفين والعاملين إلى سوق البطالة. ووفق تقدير أحد المعاهد الاقتصادية، فإنه من المتوقع يتم إغلاق 80,000 إلى 85,000 مصلحة، بالمقابل فإنه من المتوقع إعادة فتح 30 إلى 35,000 مصلحة فقط. هذا وبحسب المعدل القائم في العقدين الأخيرين، فإن عدد المصالح الاقتصادية يرتفع بمعدل 10,000 مصلحة اقتصادية، في الوقت الذي يجري الحديث عن إغلاق عشرات آلاف الأماكن من العمل نهائياً، أو على الأقل هذا العام ولربما العام التالي. هكذا هي حياة العرب في إسرائيل، لا تدري متى ومن أين تأتيك جرافات الهدم لتهدم منزلك أو مصدر رزقك الوحيد. مستنوا تنوا الولد طلع من الدار، والابن الثاني دكتور وقالوا له بدك تروح الحجز، في كورونا ما كورونا منعوا له يكون بالدار الثاني، يعني ما خلوش حدا بالبيت، وأجوا مفاجئوا، أجوا هدوا ما كانش حدا هنا. هدمت السلطات الإسرائيلية مخزن علي جربان في ساعات الفجر ولم تتح فرصة حتى لإفراغه من معدات الصيد، بل هدمته بما فيه من محتويات تركة ركاما ودمار. بطون تخريب، هذا مش انه هددا، حتى الأرضية اللي الأرضية البتون بحشوها، يعني خراب خراب يعني بدون شك. عقب عملية الهدم تظاهر العشرات من أبناء القرية ومعهم جمعيات حقوقية رفضا للسياسات العنصرية الممارسة تجاه العرب، وتصديا لمسلسل هدم البيوت الذي لن تكون نهايته اليوم. هذا كان متوقع، اللي بعملوه بالطيري كان أكثر من هيك، هذا متوقع. متوقع بعد في بيوت هنا اللي مهددة بالهدم، إذا جسر الزرقاء بتسكت على هذا الهدم، إذا كل بلد بتسكت. ما شفنا أربع بيوت بالطيري بعد كم من يوم أجوا هدوا القاعة كلياتها. فعمليا بدون رد فعل جدي راح يكون هناك استفحال عملية الهدم في كل بلد عربي. اللي ولا لابن عمي احنا نفس الاشي، يعني اللي صار مع ابن عمي أكيد راح يصير معي، بس اليوم احنا طبعا وقفنا وقفة تضامنية، واجوا الكل وقف معانا عشان نفرجين انه في إنه ظهر يعني من البلد ومن برا البلد، بس لحد الان احنا مصدومين. يعني هن انا كنت متوقعة منهن وبتوقع منه هذا الشعب اي اشي يعني سيء للمجتمع العربي. احنا اليوم قداش نقدر نحافظ على ارضنا، لانه ارضنا وعرضنا واحد. رغم الهدم والدمار والسياسات التي تسعى لاقتلاع الصيادين أبناء القرية العربية الوحيدة التي صمدت بجوار الشاطئ ونزع موروثهم البحري الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، إلا أنهم يؤكدون على أن معركتهم تتطلب صمودا وثباتا ونفسا طويلا أمام حكومة لا ترى بهم مواطنين متساوي الحقوق، بل أعداء يجب التخلص منهم. في ظل تنكر وزارة المعارف لحق الأطفال العرب في النقب بالالتحاق بجهاز التعليم، عقدت لجنة حقوق الطفل في الكنيست جلسة خاصة حول حرمان آلاف الأطفال البدو في سن 3 إلى 5 سنوات من أي إطار تعليمي. قبل حوالي 4 سنوات وزارة المعارف تعهدت بتوفير صفوف تعليمية لحوالي 5,000 طالب عربي حتى هذا العام، واليوم نرى أن هذه الوعودات بقيت حبر على ورق. من هنا أهمية متابعة هذه القضايا، وأنا سأواصل متابعتها والضغط أمام الوزارات الحكومية لتوفير هذه الصفوف التعليمية الناقصة قبل افتتاح العام الدراسي المقبل. قرية السرة هي أحد القرى الغير معترف بها في النقب، مثلها كمثل القرى الغير معترف بها في النقب، وهي تفتقد روضات للأطفال في نفس القرية، بما أننا قدمنا التماس للمحكمة المركزية سنة 2016، وكان القرار المحكمة أن ينقلوا بسفريات إلى قرية كسيفة المعترف بها. جاءت الجلسة بعد كشف رئيس لجنة حقوق الطفل عن أن نحو 4,500 طفل من بدو النقب محرومون من أي إطار تعليمي،
رغم أن قانون التعليم يلزم الوزارة بالأمر. أطر تعليمية في الكرة الغير معترف بها في النقب هي قضية ليست مادية وإنما قضية سياسية. هناك عدة أطر حكومية تعمل مع عرب النقب في الكرة الغير معترف بها. هذه الأطر تأتي أحياناً برسائل متناقضة وتتناحر وتتنافس بينها. أحياناً هناك ممكن وزارة التربية والتعليم تريد أن تقيم حضانة لأطفال في قرية غير معترف بها، ولكن دارت أراضي إسرائيل تعارض ذلك. بما أن القضية السياسية يجب الضغط على بالتخديع القرار السياسي، يجب الضغط على الحكومة لتغيير سياستها والاعتراف بالكرة الغير معترف بها. هذا هو القرار الشجاع الذي يجب أن يتخذ. كان للأسف يعني لم تقوم السلطات المختصة ولا وزارة المعارف بحل هذه القضية وهذه الإشكالية، ويدعون أن القضية هي أن دائرة أراضي إسرائيل تمنع البناء في المناطق الأخرى في الكرة غير معترف فيها. ونحن نعرف أن الدولة استطاعت وهنالك من بنى بغير ترخيص كالمزارع الفردية ثم تم ترخيصها، وقانون التعليم الإلزامي كالظاهر أنه لا ينطبق على طلاب البدو. نحن نطالب الوزارة أن تحل هذه المشكلة لأنها مسؤوليتها الخاصة، وأن تقيم مباني في القرى غير المعترف فيها متنقلة حتى يستطيع الطلاب أن يمارسوا حقهم الطبيعي. الطفل العربي في النقب يعاني من هدم بيته إلى جانب نقص البنى التحتية في القرى مسلوبة الاعتراف، والمعطيات التي تم الكشف عنها تؤكد فشل الخطة الخماسية التي أعلنت عنها وزارة المعارف قبل 3 أعوام بتوفير أطر تعليمية لأكثر من 5000 طفل في الجنوب. ارتفع عدد الإصابة النشطة بفيروس كورونا في فلسطين إلى أكثر من 8700، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 67 حالة وفق أعلان وزارة الصحة الفلسطينية. وبحسب معطيات الوزارة فقد تم تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما جاء في تحديث الحالة الوبائية الصباحي يوم الثلاثاء. هذا وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن عودة عمل دور الحضانة بشكل كامل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 26 من تموز الجاري، مع اتخاذ إجراءة الوقاية والسلامة بموجب البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة. أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تسكولوف أن أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا بات جاهزاً، حيث شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز جمالي للبحوث. تسكولوف أوضح في تصريح صحفي أنه تم إجراء تقييمات نهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد من قبل مختصين عسكريين وعلماء، وحصل المتطوعون على المناعة ضد الفيروس. يشار إلى أن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أعلن في وقت سابق عن تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور إلى وزارة الصحة الروسية في 30 من يونيو الماضي، وبدأت الاختبارات السريرية للقاح سائل وجاف بعد الحصول على الترخيص، لتعلن الوزارة بعد ذلك عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.